محمد حسين زو من قسم كذا تاني قسم مستقبل الوطن. النهارده احنا نازلين نسمي جنوب رجال الصرف الصحي، نشكرهم على اللي بيعملوه في الشارع، نقول لهم ربنا يقويكم واحنا معاكم. الفعاليه دي تحت رعايه وفكره المهندس السيد حسن امين مسكن المراية في حوض اسكندرية. ان شاء الله باذن الله تتكرر في اكثر من مكان. احمد مبارك نائب رئيس النقابه العامه بالاسكندريه للبترول، رئيس نقابه العمليه للبترول، امين حزب مستقبل الوطن ده الاكرام الاول. النهارده احنا جمعنا كلنا ونشيد ونشكر هيئه الصرف الصحي، هي فعلا الجنود اللي هم ابطال في الجو والظروف الصعبه دي، ان هم بينزلوا بيقفوا في وسط الشارع وفي وسط المجتمع الاسكندري وبينزلوا الميه في الصرف الصحي اللي بنعاني منها بقالنا سنين. لاول مره في اسكندريه احنا لاول مره بنشهد بان الحمد لله بفضل الله عز وجل بمجهود الابطال اللي انا بشكرهم النهارده انا والامانه ممثلين على حزب مستقبل الوطن تحت رعايه النائب باذن الله نجف الله امين حزب مستقبل الوطن اسكندريه، ومعايا سياده الامين المهندس السيد حسن اللي هو صاحب فكره. نشكر الناس اللي بتشتغل وبتدي في الوقت ده في الظروف الصعبه دي. احنا جايين نقول لهم انتوا فعلا جنود مجنده لخدمه المجتمع. النهارده اسكندريه وجمع المجتمع الاسكندري بيشهد طفره في عدم تجمع مياه الصرف الصحي ومياه الشتاء اللي دايما بنشتكي منها، هطول الامطار الغزيره على مستوى اسكندريه والظروف المناخيه المتغيره في الظروف السنين الماضيه. احنا النهارده بدانا نتحرك في اولى جولاتنا بالتنسيق مع امانتي الرمل اول برئاسه الاستاذ احمد مبارك امين دائره الرمل اول، وامانه المركز الثاني برئاسه الاستاذ حسن زوق. ويمكن الفاعليه النهارده يعني كانت زياره ميدانيه لكل نقط الارتكاز الموجوده على كورنيش اسكندريه ونفق 45 ومنطقه المعموره ومنطقه المنظره والعصفره، وهننتهي ان شاء الله بمنطقه جليم. احنا بنمر على النقط ديت يعني تكريما للتنفيذيين اللي دورهم، وشكرا لجهودهم المخلصه. وايضا احنا يعني بنقدم هديه بسيطه من حزب مستقبل الوطن امانه اسكندريه للعاملين المتواجدين في ظل ظروف جويه قاسيه على مدار اليوم، في ظل نوة قويه بتتعرض لها محافظه اسكندريه. بسم الله الرحمن الرحيم. عمرو الاسلاوي امين امانه شؤون الاسكان المرافق حزب مستقبل الوطن المركز الثاني. طبعا انا في الاول احب اشكر الباشمهندس السيد حسن استشاري امين امانه شؤون الاسكان المرافق والمحافظه اللي هو النهارده اعطانا الفرصه ان احنا نقدر نيجي نقدم الشكر والتقدير لرجال الصرف الصحي. طبعا احنا هنا في نطاق منطقه المركز الثاني تحت قياده المهندس هشام داوود مدير عام الصرف الصحي المركز الثاني. احب اشكر المهندس محمد مكاوي مدير الصيانه، المهندس وليد صبري. احنا النهارده من الساعه 6 صباحا او من الساعه 4 صباحا حتى الساعه 8 صباحا لمده 4 ساعات متواصله في امطار ما بين المتوسطه والغزيره. زي ما شايفين حضرتك على طريق الكورنيش مفيش اي تراكمات، مفيش تكدس مروري. حضرتك لو رحت المناطق برضه الداخليه، لو رحت المعموره، رحت اي منطقه ثانيه خدت برضه هتلاقي الناس شغاله، هتلاقي عربيات صرف شغاله. الناس دي بتشتغل في نواد بيشتغلوا 12 ساعه، العمال دي بتشتغل من 7 ل 7 وبيجي شفت تاني من 7 ل 7. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز مراد امين تنظيم قسم رمله اول حزب مستقبل الوطن. طبعا احنا بنشكر كل القائمين على شركه مياه الصرف الصحي، على العصوم العاملين والمهندسين والمراقبين، ربنا يا رب يقويهم. احنا بنشكرهم فعلا يعني، وبنشكر الباشمهندس السيد حسن ان هو قام بالفعاليه ديت. اقل حاجه نشكرهم ونبقى معاهم حتى متواجدين معاهم ونرفع من معنوياتهم، وبنشكرهم شكر يعني من كل قلبنا.